بس اخذت الارض وهيك وعرفوا انه انا طالع عيش هون وبدي اعمل مشروع هون، صاروا يعيطوا لي الصايع، انه هذا الصايع ما مش عارف وين طالع قاعد بهالحرش، ايش عم يعمل، مين بده يجي لعنده. بشاره سلامه من شحتول، شحتولي. انا كنت عايش مثل كل الناس، رحت على المدرسه، رحت على الجامعه، لعبت فوتبول ببطوله لبنان، طوعت بالصليب الاحمر، تفاعلت كثير مع الناس، انوجدت بدوره حياه ما كنت عم لاقي حالي فيها، كنت عم شوف في كثير قصص غلط، في قصص عم تفقد قيمتها هي بالنسبه لي عندها قيمه كبيره. هيدي بتعمل كلها زهر، هيدي هي بحبها النحل كثير، هيدي البيفوان او كف الدب. انصحرت بهذا المحل وقلت خلص انا بس اكبر، انا جاي اعيش هون لو شو ما عملت بحياتي، يعني يكون هذا بيتي، اعيش دورة حياة انا تجذبني وانا بلاقي فيها كل السعادة المعقول نبش عليها. الصخور كمان بتحكي، في صخور في واحد يعمل اسكالاد عليها. قضيت وقت هون لأعرف مزبوط هي الأرض شو بتحمل وشو فيها وهيك وشو فيها تعطيني وكيف أنا فيه استفيد بلا ما أكون عم بأذيها، كون أنا عم نميها. في ناس عم تجي مثلا بدها تخيم بدها تولع نار، إذا بدك تولع نار بدك حطب، إذا بدك حطب أنت بقلب غابة، هل يا ترى لازم نقص الشجر ولا فينا نلاقي طريقة إنه نحن نولع النار ونكون ما عم نقص الشجر؟ هون صارت إنه لازم نشحل ونستعمل الشتوح الصغيرة، مش لازم نقص، على طول بدك تعمل توازن بين شو بدك تاخذ وشو بدك تعطي. يعني إدارة الغابات خليني والخبرة اللي أخذتها من الفاو إنه أنا ما كون عم بعمل شيء غلط يأذي الغابة بالوقت اللي أنا عايش فيه، وهذا باب رزق. عم بعبي طاقة إيجابية، لازم شاركهم مع حدا. كيف شباب؟ كيف كان نهاركم؟ لميتوا منيح فرطوش؟ يس، في شيء عمك يسعش. فانوجد شحتول كامبينج انه اعطي فرصه للعالم انه تجي تختبر اللي انا عم بختبره. فانا بالنهايه اذا جينا لهون وخيمنا او اجوا الناس بدنا نروح نمشي، بس نروح نمشي ما فينا نمشي وفي زباله. صرنا نبلش كل ما صار يا نظبطها يا نظبط لها الدراج، ننظفها، نشحها، نرجع نفتحها، صارت تكبر. فحبيت انه تكون الكامبينج هو نقطه اللقاء، اللحظات الحلوه المعقول واحد يعيشها بحياته.